السلام عليكم. سنقرأ الفصل الثالث من رواية الولد الذي عاش مع النعام. لنبدأ. كانت فاطمة تركب جملها في مؤخرة القافلة، لكن لم يعد لديها صبي صغير تحضنه بين ذراعيها. بكت. لماذا عاقبه الله بهذه الطريقة؟ لكن بالرغم من أنه قد مضت 10 أيام على اختفاء هدارة، وبالرغم من أن كل أفراد عائلتها قالوا لها إن عليها أن تدرك أن ولدها هدارة، طفلها الصغير، قد مات، إلا أنها رفضت أن تصدق ذلك. كانت تتلفت حولها طوال الوقت بينما كان جملها يتحرك ببطء إلى الأمام خلف الآخرين. كانت تنظر لترى ما إذا كان هدارة سيظهر للعيان في مكان ما، خلف صخرة أو خلف شجرة أكاسية. كانت تعلم أن ذلك الأمر كان مستحيلا، لكنها لم تتمكن من الامتناع عن النظر وعن الأمل. توقفوا عند بئر لتشرب جمالهم ومعازهم وليروا عطشهم هم أيضا. نصبوا خيامهم وقرروا البقاء في ذلك المكان لأنه كان فيه ما يكفي من العشب لترعى قطعانهم. عندما وصلت مجموعة من بدو الصحراء إلى البئر ذاتها، امتلأت نفس فاطمة بالأمل. الرجل الذي قاد تلك المجموعة من الناس وقطيع جمالهم الضخمة كان يدعى دورة، وهو رجل مشهور جدا في هذا الجزء من الصحراء. كان مشهورا لأنه لم يكن يوجد شخص آخر يلم بذات القدر من المعرفة التي كان دولة يلم بها عن الجمال، لكنه كان مشهورا وحائزا على التقدير لسبب مختلف تماما، وهو صلوات أيام الجمعة. كان البدو الرحل كلهم في هذا الجزء من الصحراء يعتقدون أن دولة كان يتمتع بصلة خاصة مع الله. كان الناس يتجمعون حوله كل يوم جمعة ليستمعوا إلى صلواته وتراتيله التي كان يوجهها إلى الله عز وجل. وجدته فاطمة واقفا في وسط قطيع جماله. كان دولة رجلا زنجيا طويل القامة ذا يدين هائلتي الحجم. لا يعرف زوجي وأفراد عائلتي الآخرون أنني أتيت إليه، قالت فاطمة. فهم يقولون إنه لن يفيد التوسل إلى الله لكي يرد لنا ولدنا. يقولون أنه لا يوجد هناك ذرة أمل. الله رحمن رحيم قادر على كل شيء، قال دولة وتحسس مقدمة رأس أحد جماله. عندما سمعت فاطمة كلماته هذه تجرأت وطلبت من دولة أن يتوسل إلى الله في ذلك المساء وأن يسأله حفظ حياة ولدها. كان وجه دولة ملثما بقطعة قماش بيضاء، ولم يظهر من وجهه للعيان سوى العينين والأنف الضخم. رأت فاطمة الدفء واللطف يشعان من ذلك الوجه. تفضل يا سند، لقد حان دورك. شكرا يا جاد. رأت فاطمة الدفء واللطف يشعان من ذلك الوجه. نظر إليها وقال بصوته العميق: تعالي إلي في المساء، سأتوجه الليلة بدعائي إلى الله. عندما هبط الليل كغطاء أسود فوق الصحراء، تجمع البدو الذين كانوا قد نصبوا خيامهم بالقرب من البئر. أحضر كل منهم شجيرات جافة وغصانا ميزة، وجعل منها كومة ضخمة. عندما أشعلت النار، نهض دولة من مكانه، وجه نحو السماء ورفع ذراعيه إلى أعلى. راح يقرأ بصوته القوي:
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. كانت والدة الصبي المفقود الذي يدعى هدارة جالسة على الأرض يحيط بها أفراد عائلتها. كانت قد دبرت الأمر واختارت مكانا لها في المقدمة والقرب من النار والرجل المتوسل إلى الله. كانت تستمع بشغف لكل كلمة يقولها. قام داولة بالصلاة ثم وجه دعاءه إلى الله. كان العرق يتصبب من وجهه. كان يبدو كأنه وقع في خشية. وأدركت فاطمة أنه كان يردد آيات من القرآن الكريم، لكنه نطق في النهاية بالكلمات التي كانت تنتظرها وتأمل بها. قال داولة فيما كانت عيناه تحدق إلى السماء المليئة بالنجوم: يا ربي يا الله يا حبيبي، أطلب إليك وبكل أسمائك الحسنى أتوسل إليك يا قادر على كل شيء أن تعين والدته على إيجاد ولدها المفقود. تابع داولة صلاته ساعة بعد ساعة. كان يتوقف عن الصلاة بين فترة وأخرى ليتضرع إلى الله، وفاطمة يحلوها الأمل في أن تستجيب الله لصلواته ودعائه وتعثر ابنها على قيد الحياة. لكن زوجها حمس في أذنها: عليك أن تفهم أن ولدنا قد مات، وعليك أن تكفي عن الأمل، عليك أن تكفي عن الحزن. لا يمكن للطفل أن ينجو من عاصفة رملية كتلك، خاصة أن عمره لا يزود عن 2. اليوم نحن قرأنا لكم الفصل الثالث من الولد الذي عاش مع النعام. انتظرونا في أجزاء أخرى. إلى اللقاء.